شاكرا مرتب كره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم أحمد اليماني في منوعات طرائف الأنمي. أولا أقول لكم شكرا للدعم على الحلقة الأولى اللي نزلت عن الحرق. ثانيا أقول لكم أميرا ومن ساي، طبعا ما كان في إنرجي، شفت كوراما سحب علي وعاد مشي حالكم. خلونا نبدأ. حلقتنا اليوم حنتكلم عن انواع الاوتاكو ومن هم الاوتاكو. الاوتاكو المحب للشيء بزياده. انواع الاوتاكو، الاوتاكو قسمتهم انا حسب تصنيفي الشخصي الى ثلاث اقسام. الصنف الاول هو الصنف المنعزل، الصنف الثاني هو الصنف الاجتماعي، والصنف الثالث هو الصنف المتاثر. ايش هو الصنف المنعزل؟ المنعزل هو الشخص الذي يغلق على نفسه في كهف كي يتابع الأنمي ولا يخرج منه إلا للذهاب إلى دورة المياه. الصنف المنعزل هو الشخص اللي يتابع أنمي في عالم الخاص بدون لا أحد يدري وما يبلغ أي أحد إنه يتابع أنمي، هذا المنعزل. الصنف الثاني على هو الاجتماعي. الاجتماعي هذا اللي بينه وبين أصحابه يتابع الأنمي، يتابعون الأنمي سوا ويتناقشون ويأخذوا يدي. يوش. صنف الثالث المتأثر. أوريلا. المتأثر هو الشخص الذي يتأثر بكل شيء في الأنمي ويطبقه في حياته لدرجة أنه يرقص بريك دانس مع كوسبلاي لوفي. ودمتم سالمين. شخص يعني أثر بالأنمي، يتكلم من حياته ومن كلامه تحس إنه ذا يتابع أنمي بدون ما يقول لك إنه يتابع أنمي. خلينا نتكلم في إيجابيات وسلبيات كل نوع وكل قسم. النوع الأول المنعزل، سلبياته إنك لحالك وتحس إنك حياة وزيادة وخجول من إنك تتابع أنمي. إيجابياته إنك تأخذ راحتك فعلاً وأنت تتابع الأنمي وتفصفص الأنمي حبة حبة. القسم الثاني الاجتماعي، سلبياته ان ما حتقدر تفصص الانمي حبة حبة لانه معك شباب هتسمع. الايجابية انه تلاقي ناس تناقشك في الشيء اللي انت تحبه وتاخذ وتدي معاهم زي AI show I love you. I love you, you love me. يوش. النوع الثالث صراحة انا ابدا ما اشوف فيه اي سلبية. طبعا اللي يتأثر بإيجابية أبغى أشوف إنه ما عنده أي سلبية، والإيجابية كلها إيجابية. يعني أنا تعلمت كثير من الأنمي. فالنوع الثالث المتأثر هو التوب. نهاية هذه متعة ومتابعة وحاجة شيقة صراحة، وأنت اللي تشوف فيها الإيجابية وأنت تشوف السلبية. إذا كان في نوع أنا ما تكلمت عنه أو في تصنيف أنا ما صنفته تفضلوا ناقشوني أسفل حتى كل التعليقات وأرد عليكم. شكرا لكل من انتقدني في النقد والنقد السابق. علي التوب وزعي ما استعمل. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسوا.